اسمي فادي شعبان اسماعيل من سكان الرمالة. طبعا يوم 6/2 وعيت الصبح الساعة 4:30، ما بعرف شو الساعة، بس وعيت على الصوت اللي كان بالأرض، وبعدين البناية عم بتروح وتيجي بشكل كتير كتير كبير. لاحظت لأنه البناية طلعت الحيط ما عم بيهدي، وعيت أنه في أنه هزة أرضية بس قوي كتير. قلت يلا إن شاء الله تهدى بس لحتى فيني أوعان، ونايم أنا بالصالون على الأرض بدي انهض لحتى اوصل على الباب. ما قمت لسه، ما وصلت يعني. انا اساتني على قاعدتي بالارض، فتح الحيط بالنص مع صوت مرعب كتير تحت الارض. انا الطابق الرابع، في فوق مني الطابق الخامس، مسكون ساكنين وعيلة واحدة، بيت صبيتين وابوي. هلا لما انا نزل الحيط علي وفتحت ما بعرف رب العالمين إله إرادة، لما طلعت البلاطة فوق اللي أنا نايم عليه اللي هو الصالون، ما بعرف كيف طلع، سمعت صوت بنت من البنات عم تصرخ، بس صوت غميق يعني للحظة بس وراح الصوت. سكان البناية ولا حدا فيهم، حاولت نادي لحدا منهم من رفيقي اللي كان ساكن بالطابق الثاني، بس ما كانوا نايمين بالبناية وقتها، كانوا باللاتية عند أهلي. سكان البناية الطابق الثالث في جارنا، بناته الأربعة وزوجته توفوا. بالرابع اللي حد مني تماما كمان هو وابنه وبنته كمان توفوا. البنات اللي فوق مني بالخامس وأبوي، كل شي كان بالبناية كلهم ما حدا طلع. فأنا ما شفت حالي غير تحت المطر وفوق الركام اللي هو البناية، ونزلت البناية فيني كلها بالكامل وأنا مهدي عليها، يعني مثل كأنه شيء بالخيال. حتى أنا صرت طلع يمين ويسار إنه وين البناية، أنا ليش أنا فوق. لحتى وصلت على شي ارتفاع متر مترين، زحطت هون وعيت انه بدي انا لازم امشي، وزحطت على طبعا اسفل ظهري كان كله مقحوط نتيجة الزحط على البحص. بعدين قمت بشكل مرعب وبسرعة مشيت شي تقريب 200-300 متر ركض، وصلت لمكان في ناس تجمع، كان في بناية تانية وقعت بالجهة التانية جنب الجامع اللي هو جامع الرحمن البرميلي. الناس عم تركض وتصرخ، انا ما حاسس على حالي، انه دم كان راسي كله، بس الوجع ما كنت حاسس انه في وجع. هون راح يبلش نفسي يروح، هون في سياره، هون جيران في سياره وصلوني فيها على مشفى جبلي. مشفى جبلي هنيك ما حدا، كان ناس كلها مليانه المجد الاسعاف، شي وفيات شي اسعاف شي ناس رايحه رجليها. المهم بهذا الاثناء انا تذكرت في رقم تليمام، وحكيت مع أختي مع أخواتي، في حدا كان واقف، قلت لهم أنه دقوا لي على هذا الرقم، معين على كل شيء، أنه أنا حكيت على رقم تليفون أخواتي وأهلي تواصلت معه. إجوا الأطباء طلبوا لي صورة أشعة أنه نفسي عم بيروح. في كان الدكتور الموجود أنه بده عملية تفجير رئة، لو معي ريح صدرية كتير متأزمة الرئة. بعدين إجت سيارات الأسعاف نقلونا على مشفى تشرين الجامع باللاتغية. هنيك تم العمل الجراحي بالمشفى يعني. بعدين على الطبقي المحوري تبين كسر 3 أضلاع بالجهة اليمينية مع تكدم رئوي، طبقي محوري، وبعد منها إيكو. كنت وعيان على كل شيء يعني، ما غبت على الوعي حتى بالإسعاف. العملية هي كانت بدون تخدير، لأنه الدكتور قلت له إنه إذا بتعملها إياها بدون تخدير لأنه نفسي رح موت، ما عم بتنفس. الدكتورين الموجودين بالإسعاف عملوها فورا مباشرة يعني، ما حسيت فيها. بعد رجع نفسي نظامي، طولي المفجر، وبعدين بالاستقبال على قسم الصدرية جرحت الصدر، ضليت 8 أيام تماما بالمشفى.